قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن محاولات قطرية للتواصل والاعتذار للسعودية باءت بالفشل. وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أوضح قرقاش أن هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية، وذلك للخروج من الأزمة، حيث إن تبني الملف في المحافل الدولية لم يكن ناجحا. واتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدودا. وأشار قرقاش إلى أن المرحلة الحالية للدوحة والمتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي ستفشل، وذلك كما فشلت الجهود السابقة.